هاجس للناجح باصدق شحوره سطر الابيات بجزال صوابيه هاجس للناجح باصدق شحوره سطر الابيات شهادة ثانوية أهلك سرورة ناجحة وعلى المراتب وصل فيها فرحك بيوم التخرج سطع نورة والسعادة يا هي اليوم من الجهة بعد جد وعزم وصار مسرورة حك لك يغلى هيتم غري فيها يا هي ما يشبك شكل أو صورة والله دلعت أهلها الكل يغليها والله دلعت أهلها الكل يغليها أنت يا بنت ساسك كثورة يشهد التاريخ الأمجاد ماضيها في أبوك تركي أفراح مغمورة يفتخر من راية العز راعيها تركيا اللي له مواقف مشهورة والعلوم اللي تشرف ببديها والعلوم اللي تشرف ببديها عندنا أجواء السعادة بتظهورة بنتها متخرجة وتفتخر فيها وصفنا أجواء العبارة اخوانك نشامة نحييها خالك ابو ثامر بعال محفورة بين كل الناس بالطيب ترويها الرخامي للحمى درع وسوارة كل اخوالك للابحال اهاليها كل اخوالك للابحال اهاليها صيد خالتك كم المسك وعطورة والله ان للمحاسن اسميها دامها جعل الحياة بخير مغمورة يا هيا شهادة ثانوية أهلك سرورة ناجحة وعلى المراتب وصل فيها فرحك بيوم التخرج سطع نورة والسعادة يا هي اليوم من الجهة بعد جد وعزم وصار مسرورة حك لك يغلى هيتم غري فيها يا هي ما يشبك شكل أو صورة والله دلعت أهلها الكل يغليها والله دلعت أهلها الكل يغليها أنت يا بنت ساسك كثورة يشهد التاريخ الأمجاد ماضيها في أبوك تركي أفراح مغمورة يفتخر من راية العز راعيها تركيا اللي له مواقف مشهورة والعلوم اللي تشرف ببديها والعلوم اللي تشرف ببديها وعندنا أجواء السعادة بتظهورة بنتها متخرجة وتفتخر فيها وصفنا أجواء العبارة عبد العزيز اعتلى دوره باقي اخوانك نشامان